ورجعنا لكم من جديد اعزائي مشاهدي برنامج الطبيب مع الدكتوره الجميله اللي الناس كلها عرفتها وحبتها وبتعرفها كمان اكتر واكتر واكتر معانا برنامج الطبيب. كنا عاملين مبادره كشف وقياسات سمع واتزان مجانا مع دكتوره منى العقاد. جميل قوي ان هي قعدت معانا شهر، ومن كتر الحالات اللي بقت بتتصل بيها في اي وقت صبح وليل وظهر بترد عليهم وبتكشف لهم وبيجوا لها من كل المحافظات، كملت معانا للشهر الثاني. وبعدين توقفنا شويه، اكتشفت واحنا يعني واقفين شويه مش بنسجل معاها، يعني لظروف طبعا خاصه بيها وظروف مهمه برضو يعني، وهسالها عليها ومش عيب ان هي تقولها، طبعا دي حاجه طبعا تشرفنا كلنا. مبادرات بقى وحاجات بتعملها حاجة حلوة قوي. اكتشفنا ان الناس كلها بتروح لها تاني وبتتصل بيها، وفي نفس وقت البرنامج اكنها معانا في البرنامج من جديد. ناس بتتصور، ناس بتسألها عليا، طب احنا عايزين نشوفك تاني على الشاشة، ناس بتكشف، ناس بتبقى من كتر انبساطها بتزغرط، ناس يعني الناس اللي بتعاني من الطنين بجد بجد بتبقى شايفة ان الامل مفقود من كتر فرحتها ان هي خفت، او ان هي عرفت حتى هي عندها ايه، حد شخص لها صح، بتبقى عندها فرحه ما تتوصفش. عشان كده احنا النهارده من جديد معاكم مع دكتوره منى العقاد ومع مبادره كشف سمع اتزان، كل الـ 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 يعني الاختبارات اللي هي بتبقى بمبالغ كبيره وبنسمع عنها الناس للاسف ما بتعرفش تعملها لان بيبقى امكانياتهم محدوده. حتى الناس على فكره اللي امكانياتها ان هي ممكن تعمل اختبارات دي يعني تفرق لو دكتور شاطر عشان يعني يعرف يشخص لهم صح. ما انا ممكن اعمل لك الاختبارات دي واقول لك انت عندك كذا وكذا وكذا ومعرفش اشخص التشخيص الصحيح واديك العلاج الصحيح، وبالتالي الناس برضو بتروح لها حتى لو خارج المبادره. خليني ارحب بوجودها معانا، وهنتكلم عن الطنين وايه علاقته بفيروس كورونا لان الموضوع ده جديد وحبينا نتكلم فيه النهارده معاها، مع دكتوره منى العقاد استشاري امراض السمع والاتزان، دكتوره جامعه القاهره ورئيس وحده السمعيات بمستشفى الجامعه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذه ميري الجميله الطيبه. انت اللي جميله والله. اللي انا يعني بشكرك، انت معانا على الشاشه مش موجوده معانا بس انت جوه قلبنا حبيبتي على فكره بجد. المبادره لسه شغاله معاكي؟ اكتشفت ناس بتجيلك اكتر؟ ايوه طبعا. اي حد بيكلمني ايه اللي بيحصل عن ده؟ عن طريق البرنامج يتكلموا بس يقولوا احنا من برنامج الطبيب. يعني طب هتفضلي لحد امتى؟ وكتر خيرك بصراحه، وكتر الف الف خيرك بامانه. لا انا اللي بشكركم لان ده رزق من ربنا، ان ربنا يوصلني للناس اللي محتاجه تخصصي، خصوصا الناس الكبيره اللي اول مره يعملوا اختبارات مقياس سمع. اول مره يعملوا اختبارات مقياس سمع؟ في سيدات كبار اول مره يعملوا اختبارات مقياس سمع وعندهم ضعف سمع شديد، واول مره نجرب لهم سماعات، وعلى زي ما حضرتك قلتي كده كان في زغروطه. انا شفت في فيديو في زغروطه بامانه يا جماعه بتزغرط من كتر الحرام، ما هي ما كانتش سمع وبقت سمع، يعني هي مش عارفه كويس. ان كان يبقى ليها علاج وفي اختبارات سمع وتزين وقصص. هي ما عندهاش القدره الماليه دي اولا، ثانيا حتى لو عندها قدره ماليه في غيرها بيبقى عنده القدره مش عارف يروح لمين. فانت وفرت كل ده وسهلت كل ده لناس كتيره قوي، وبيقولي حقيقه انا بستغرب من محافظات بعيده جدا يمكن يعني بيبقوا في نفس اليوم عايزين يرجعوا لبيوتهم، مش عندهم مثلا حد هنا او قريب، او جايين بالصدفه او بالصدفه يعدوا عليا. لا 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 دول جايين مخصوص. جايين لك مخصوص. مخصوص. طب وكل يعني المحافظات قول لنا عشان نعرف مين بيتفرج على برنامج الطبيب يا جماعه. من اسوان ومن اسيوط ومن سوهاج ومن انا. يعني انا دي متهيألي على مسافه. ايوه انا عارفه ان الطبيب متشاف اكتر المحافظات بامانه بتجيلي الكلام. لا لا انا دي انا كنت مفاجاه من كل الناس دي. الناس جايه النهارده، المريض جاي النهارده وهيرجع النهارده. يعني مجرد انه بس بالكشف وهيرجع تاني، فجاي بس عشان يعمل كشف عندي، فدي كبيره عندي قوي ان المريض دي يقدر يوصل لي عن طريقكم. فانتوا بصراحه يعني انا بدعي لكم. انا اللي لا ده احنا اللي بنشكرك لان حضرتك ناس كتير قوي كمان كلمتني احنا اتحايلنا عليها. طب حتى ناس عندها القدره ان تدفع اتحايلنا عليها اللي هي تاخد حتى على الاقل كشف. لا اي حد يا ميري طب حتى كشف برنامج الطبيب ما يدفعش مليم عندي. ده كتر الف الف خيرك والله. انا ما عارفه اقول لها ايه، صدقوني انا ما عارفه اقول لك ايه، بس انا بشكرك حبيبتي. ربنا يخليك. عايزه قبل ما ابدا في موضوع الطنين خليني اسالك للتوضيح.
ايه هي الاختبارات او عبارة عن كم جهاز شكلهم ايه عشان الناس حتى اللي مش عارفة او مش على دراية تعرف الاختبارات دي شكلها ايه؟ ده سؤال مهم ايه؟ ده سؤال مهم انا ما كنتش متوقعاه بس حلو جدا. ما انت عارفاني بقى انا اللي بيجي في العقل على طول بيتقال. ايوه انا عشان كده بتعجبيني لان انت بتدرسي الموضوع وبيبقى عندك فكره عنه مش بس بتخليني انا اتكلم وخلاص، لا بيبقى في مشاركه من الطرفين فده بيشجعني اكتر وبيديني الفرصه ان انا اقول حاجات اكتر ومعلومات اكتر تفيد اكبر قدر من المعلومات لاكبر قدر هو من الناس. احسن حاجه ان الواحد ما يبقاش عارفه محضر وسؤال واجابه. هي بسطت كمان بصراحه اللي عجباني. ربنا يخليك. انا بفكر نفسي انا قاعده بتفرج. ايوه. طب انا عايز اسال ايه؟ أيوة. ما هو اللي قاعد ده هيسال عايز أيوة. يسال ده. فانا أيوة. قلت لي حاجه لفتت انتباهي ان واحده كبيره وسمعها يا عيني حرام وهي مش عارفه ان في اختبارات وحاجات زي كده. مش مصدقه دي لحد ما خلصت مش مصدقه. يعني علامات الذهول يعني حرام ما عندهاش الدرايه او ما عندهاش المعلومه والحمد لله ان احنا ما كانتش تعرف بنوصل الكلام. وبعدين هي عايشه سنين وسنين. في ناس مثلا ممكن تقول ايه طب هي يعني جايه على نفسها وهتعمل النهارده بعد السنين دي كلها. يعني انا بقول حتى للساده المشاهدين اي حد مهما كان سنك روح واكشف وممكن تلاقي علاج. ما تعرفش محدش يقول لهم بعد ما شاف وادوه كتاب عشان لا الكلمه لا لا لا. دي بتضايقني جدا. لا 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 لا. انت لو هتخلي انسان لمده يعني يوم واحد مبسوط وسعيد ومرتاح نفسيا ان هو حاسس ان هو سامعك حاسس ان هو شايفك اي حاجه اي مرض اوعى تتاخر عنه في القصص دي كلها. الحاجات دي بتبقى بتوجع القلب بجد يا دكتور. بالظبط. ندخل بقى